يسعد مساكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامجكم قانون اللعبة. دائما ما نعتز في تراثنا، وبلا شك الإرث لابد أن يكون حاضر بشكل دائم. احنا عارفين الأجيال الجاية لازم تعرف رياضتنا اليوم جدا مميزة، ولها الكثير من السباقات اللي دائما نتابع من خلال تلفزيون دولة الكويت، وبالتحديد في القناة الرياضية. لكن نبي ندش بتفاصيل أكثر، نبي نعرف السادة المشاهدين عن قوانين هذه الرياضة، رياضة سباقات الهجن. خلونا بالبداية نطلع بالبطاقة التعريفية لضيفي العزيز وعن هذه الرياضة، ولا نعودة. حياكم الله مرة أخرى بعد البطاقة التعريفية. خلوني أرحب بي ضيفي العزيز المضمر والمنتج الكابتن محمد الهاجري. يسعد مساك وحياك الله. يا مرحبا ومسهلا، أرحب بك طال عمرك وأرحب المشاهدين خلف الشاشات. على رأسي والله. لما نسولف عن سباقات الهجن نستمتع وأنا على طول الصوت المعلقي في أذني وأتخيل السباق، لكن إحنا نبي نعرف القوانين الرئيسية حق هذه السباقات. ما هي هي انطلاقة ويركضون؟ لا، نبي نعرف شلون تبدي المسابقة من البداية إلى النهاية. نعم، أول شيء نبذة تعريفية عن الهجن. فهي تراث الآباء والأجداد، وهذا الهجن طال عمرك كانت السباقات كانت في الأعياد، وكانت في المناسبات، وكانت في الأعراس. نعم. فكان هذه ودية من أول، وذا الحين تالي صار الأمر طال عمرك منظم بشكل منظم. يعني قبل نقول عادات تقاليد. نعم، عادات وتقاليد وإرث آباء وأجداد، أمور تنظيمية أكثر. حلو. نعم. فبعد ذلك صار فيه اتحاد خليجي ممتاز يترأسه الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان من دولة الإمارات. نعم. وكذلك اتحاد عربي ورئاسته عند حسين بن مانع بن دواس من دولة الكويت. حلو. هو رئيس النادي الكويتي لسباق الهجن. جميل. ورئيس الاتحاد العربي لسباق الهجن. نعم. وهذه الرياضة استمدت طال عمرك إرثها من القديم. حلو. والحين صار فيه سباقات وفيه أسنان لهذه السباقات، فيه. نعم. فئات عمرية لهذه الهجن، وفيه قسمين. كم؟ ايوه. كم نوع في الاقسام؟ نوعين، هو نوع الذكور ونوع الاناث. الذكور هي تسمى بالقعدان. ممتاز. واما الاناث فتسمى بالابكار. الابكار. الابكار. نعم. الفئات العمريه حق مثلا الابكار، هل في فئه متنوعه متغيره، ولا والله لا هو فقط الابكار ويدخلون سباق؟ نعم، الابكار طال عمرك تكون لها مسميات. فيه المفاريد. حلو. الحقايق. حلو. اللقايه، الجذاع، الثنايا، الحيل. ستة. هذه الابكار. القعدان نفس المسمى لكن اخر العمر، مو الحيل، الزمول يسمونه الزمول. ممتاز. نعم. هذه المفاريد عمر سنه، الحقائق عمر سنتين، اللقايا عمر 3 سنين. طبعا. الجذاع عمر 4 سنين، الثنايا عمر 5 سنين. حلو. الحيل من 6 سنين وصاعد. حلو. هذه هي الاعمار والفئات العمريه. ممتاز. كل فئه عمريه لها مسافه. ممتاز. لها مسافة. حلو. مسافة معينة، يعني عندك المفاريد كيلو ونص فقط. نعم. حلو. سباقها كيلو ونص مستقيم. مستقيم. ممتاز. نعم. ممتاز. والحقائق 3 كيلو. ايه؟ وإذا انتصف الوقت، يعني صار فيه الوقت شتاء يعني. ايه؟ وبراد. وبراد. اي نعم، يكون 4 كيلو. اللقاية تبدأ بال4 كيلو تنتهي بال5 كيلو. حلو. الجذاع من ال5 كيلو طال عمرك يرتفع إلى 6 كيلو. 6 كيلو. وبعدها 8 كيلو اللي هو الحيل والزمول. 8 كيلو متر. ممتاز. هذا السباق بالميدان كم؟ نعم. خيل، او عفوا وقت السباق كم خلينا نقول لاين يكون موجوده حق السباق؟ ايوه، هذا طال عمرك اللي هو ستارت. ايه، ستارت الانطلاقه يكون فيه من تقريبا 30 الى. نعم. 40. بعض السباقات اللي هي المهرجانات الرئيسيه يكون في الشوط اكثر من 80 مطيه. ممتاز. نعم. حلو حلو ما شاء الله. يكون اكثر من 80 مطيه تقريبا. حلو. نعم. طريقة السباق، طريقة ملابس، خلينا نقول المتسابقين شلون؟ هل لهم لبس موحد، لبس معين، ولا مفتوح اي واحد يلبس؟ ممتاز، هذه نقطة ممتازة. فيه طال عمرك اللي هو يسمونه الشعار. نعم. الشعار هو اللبس الإدريسي الخاص للمضمر نفسه. نعم.
هذا خاص بالعزبة نفسها. أي. يعني عبد العزيز أو أحمد أو محمد يختص له شعار معين. ممتاز. يحط له نفس كرة القدم شلون الرقم والرقم وهذا نفس الشيء. حلو. يحط له لبس معين. أي. باللون اللي اختاره. حلو. ويتم تصويره. نعم. وتم توثيقه في النادي نفسه. تمام. ما حد يأخذ نفس الشعار هذا نفسه. ويعتبر شعار لشخص معين. نعم. حلو. الاعداد غششني بنقطه والله ما اعرف هذا يقول البكره اللي تحطون عليها الزعفران. ايه بعد نعم. شنو هذا؟ هذا الزعفران هو ماده تكريميه للثلاث المراكز الاولى. ايه؟ في حال كان في المهرجان او السباق الكبير يعني. ايه؟ اللي فيها السياره الجائزه تكون سياره. حلو. فالاول والثاني والثالث يكرم بماده الزعفران. ماده الزعفران هي ماده مكونه من الزعفران والعنبر وماء الورد ومواد ثانيه اللي هو المحلب. حلو. فهذه مادة تكريمية تكرم فيها الذلول. أيه؟ ترتاح ومنها تشجع فيها. تمام. الجوائز. نعم. هذه الثلاثة اللي عشان حق الأول الثاني الثالث حق كم شوط هي فيها نقاط ولا مثلا يحقق كم شوط عشان يأخذ الجائزة؟ الجائزة السيارة هو شوط واحد ولا فيها أي نقاط ولا شيء، لكن قبل سباق المهرجان هذا. أيه؟ فيه الثلاث المراكز الأولى يكون التأهيل على الثلاث المراكز الأولى. تمام. في السباقات تمهيدية. حلو. بعدها يتأهل للسيارة. حلو. إذا كان من ضمن الثلاث المراكز الأولى أخذ بطاقة تأهيلية. ايه؟ يدخل شوط السيارة. يدخل شوط السيارة. نعم. هذه أعلى جائزة كابتن؟ يعني فيه جوائز في الدول. ايه؟ الخليجية، بعض الدول الخليجية. ايه؟ في جائزة توصل 5 مليون في بعض الدول. نعم. توصل. نعم. الشوط الواحد 5 مليون للمركز الأول، لكن حلو. المراكز الخمس الأولى يوصل 11 مليون تقريبا أو 10 مليون و500. ما شاء الله. تقريبا. يا حلو سباقات الهجن من خلال هالنقاط التفصيلية، وأكيد المسابقات الرئيسية سواء كانت محليا أو حتى خليجيا بنسولف أكثر، لكن خلونا نطلع بهذا التقرير الخاص في رياضة الهجن. لا شك أن الرياضة مهمة جدا ومفيدة للإنسان، وتأتي أحيان على أشكال مختلفة، ومنها رياضة سباق الهجن، رياضة عربية أصيلة مشهورة في الشرق الأوسط بين العربي وخاصة في منطقة الجزيرة العربية. فهي رياضة عربية أصيلة مارسها العرب في الجاهلية والإسلام، وتوارثتها الأجيال على مر العصور والأزمان، ويصفها الكثيرون بأنها الرياضة القديمة الحديثة أو رياضة الأجداد التي تثير الحماس والتنافس بين الشباب. من بعد التقرير نرجع لكم مشاهدينا الكرام نستكمل الحوار مع أخونا محمد الهاتري. قوانين أكيد مستحدثة ما بين فترة والثانية في سباقات الهجن، شنو هي؟ نعم طال عمرك. كان في السابق فيه الراكب البشري. حلو. كان في راكب بشري طال عمرك، وكان حسب وزن محدد للراكب البشري هذا. إيه؟ وكانوا أطفال يعني. حلو. وقتها اختفوا. نعم اختفوا من عشان الخطورة يعني. صح كلامك. كان نعم تعرضون للخطورة وهذا، فاستحدثوا الراكب الآلي. الراكب الآلي طال عمرك يتكون. ليش كان أطفال؟ بس عشان الوزن لا يكون ثقيل على. إيه لا عشان ما يكون ثقيل، علشان المسافة عشان الانطلاق يكون أخف يعني. جميل. جميل. نعم. فهذا طال عمرك الراكب الآلي. إيه؟ استحدثوا طال عمرك فيه العصا. زين. ويحط فيه السماعات. إيه نعم. اثنين. إيه؟ راح يكون فيه سماعات. زين. ويتم التحكم عنه عن بعد. عن طريق المدرب. حق العصا عشان. حق العصا. إيه؟ وحق الكلام الصوت علشان. يشجع. تزيد سرعة. تزيد سرعة المطية نفسها. نعم. فهذه هذا واحد من القوانين المستحدثة. هل هذا خلينا نقول الطفل الإلكتروني مثلا. نعم. الراكب الآلي. الراكب الآلي. هل له وزن معين؟ لا هم ما يحددون الوزن المعين، لكن هو الحين أخف من الوزن البشري. أخف من الطفل نفسه. إيه لأنه 3 كيلو الحين. جميل. من أول 27 أو 25 كيلو. جميل. فبعد هذا فيه الشريحة الإلكترونية من أول. إيه؟ كان جيب المطية اللي عندك طال عمرك وشارك ولا عندك مشكلة. حلو. لكن الحين حطوا الشريحة الإلكترونية. دعم. الشريحة الإلكترونية هي تعريف. إيه؟ للمطية نفسها عنها وعن سنها. إيه؟ وعن مشاركتها. ممتاز. وإذا كانت محظورة أو. إيه؟ يتم مشاركتها محظورة. هذه هذه؟ من ناحية المواد المنشطة. جميل ممتاز. في الحين. إيه؟ صار فيه بعد من ضمن القوانين المستحدثة أن فيه مواد منشطة. صح. تستخدم في الهجن مثل ما هي تستخدم في الخيل وفي غيره. ممتاز. حلو. فهذه فيه في النهاية
الثلاث المراكز الأولى يتم سحب عينات منها الشريحة نعم من لا طبعا الشريحة هي البطاقة التعريفية بطاقة تعريفية لكن يسحبون منها الوزر والدم حلو يسحبونها طال عمرك ويتم تحليلها وبعد فترة معينة 10 أيام أو تقريبا 10 أيام أو أسبوعين تطلع النتيجة هل إذا كانت محظورة أو غير محظورة إذا كانت محظورة تحرم من الجائزة ويتخذ فيها إجراء من النادي نفسه وإذا كانت مو محظورة تسحب منها لو ما أخذ سيارة لو ما أخذ أي جائزة تسحب منها تعطى للمركز الثاني نعم هذه من ضمن القوانين المستحدثة حلو. من ضمن القوانين المستحدثة من أول كان يمسكون على الستارت هذا مكان الانطلاقة كان يمسكون العمال كانوا واقفين يمسكون الحلال صح بعد هذا طال عمرك استحدثوا البايب اللي على الستارت نفسه فيه الشناكير هذه اللي هي المسامير اللي يحطون الخطام عليها كلامك سليم ما يتم أي وجود لأي عامل أو أي شخص في المنطقة هذه هذا حفظا للأشخاص وحفظا لصحتهم حلو نعم. حلو حلو فأول ما يرتفع الستارت تنزل الخطم تنطلق الهجن كل سلاسة و أريحية. ممتاز. شكرا كابتن محمد الهاجر على وجودك وعلى شرحك المفصل لهذه القوانين لسباقات الهجرة. شكرا لله وعلى الرحب والسعة طال عمرك. حياك الله. يا مرحبا. شكرا لكم أنتم متابعينا الكرام من خلال هذه الحلقة صراحة المميزة مثل ما قلت بالبداية قلت بس نسمع فيها ونسمع المعلق وتنتهي المسابقة ونشوف من الفائز ما بين الأول الثاني الثالث. لكن الحين تعرفنا على المسابقة. بشكل تفصيلي أكثر الملتقى يتجدد إن شاء الله في الغد ورياضة أخرى بالانتظار مع السلامة